البلكون، تعالوا أشوفكم المنظر. تجربة رائعة. معنا. يا ولد. 100 دولار. 100 دولار بس لأنه ركب معنا. نعم. حبيبي. أنا أبيها. ها شلون؟ لورنس. والله رعب يا عيال. كثير تجيني رسائل على الانستغرام وعلى اليوتيوب، لورنس بدنا نشوف الريف الاوكراني. اي مو تكرموا عيونكم، راح اخذكم على قريه بوكافيل. هذه القريه تعتبر واحده من اجمل القرى في اوكرانيا، ومشان نوصل هذه القريه مضطرين ناخذ قطار من محطه كييف الى مدينه اسمها يارانجي. يا رب قلت اسمها صح، والله ما اعرف، يعني الاسماء لا تواخذوني عليها، راح اكتب لكم اياها تحت. بس الكارثه الكبرى 14 ساعه مشان اوصل يارانجي. وعليكم السلام. بس قبل ما تطلع على القطار هذا، في كشوك حوالي القطار، انا اشتريت منهم عصاير وحمضيات وسندويش مشان ما اجوع او امل بالقطار. لا حد يطلب مني صور القطار لانه صورت لكم اياه فيديوهات ثانيه. واول الحيل اللي سويته اخذت غرفه انام بيها. ثاني شيء البارح نايم بس 3 ساعات، يعني راح اقضي اليوم كله نوم مشان نختصر الوقت قدر الامكان. اشتريت سندويش الجبن، دجاج، مي، حملت افلام نتفليكس. لما تركبون القطار جيبوا معاكم كاش لانه بالقطار ما ياخذون كارت. في حال احتجت سناكس، حمضيات، مي موجود بالقطار. في عندهم كشك صغير يبيعون بشغلات بسيطة يعني، بس ما ياخذون غير كاش. يا صباح الخير، وصلت. الأجواء جميلة جدا بمدينة يارانشا. يارانشا يارانشي يا اخي، هاي ما اعرف شنو اسم المدينه صراحه. الاجواء هنا شوي بارده، وهذا اغراضي. بدي اقعد بهاي المدينه يومين بعدين اطلع على قريه بوكافيل، لانه الصراحه الجبال والبيوت بهاي المدينه سحرني. هاي لقيت لي تاكسي هنا، قلت له اريد اروح على السنتر. سنتر قال لي اه دا اركب. بريفيت بريفيت هوتيل باش هوتيل هوتيل يا كباوي اورتاك اه ياك ياك يا بولاغس تاك. خليته يحكي مع وحده بعدها شقه رايحه. ثانك يو. هاي جابني هنا، في عند هاي البنت شقه كانه راح اقعد عندها يومين بعدين اطلع على بوكافيل، ويمكن اسحب على بوكافيل والله لانه المنطقه هاي الجنه. هاي غرفتي المتواضعه، جميله والله، بس الاجمل من هيك البلكون. تعالوا اشوفكم المنظر. وفي فعاليات كثير تقدر تسويها بهاي المدينة، مثل تقدر تستأجر بايسيكل. سألت لكم عن الأسعار، الساعة ب 200 جريفنا، راح أحط لكم الأسعار بالفيديو راح تشوفونه. أو تقدرون تاخذون دباب، الساعة ب 900 جريفنا، تقدرون تطلعون فيه على الجبل، بس ما يصير تاخذ الدباب إلا ما يكون معك شهادة سواقة سيارات. بس الصراحة أنا ما راح أستخدمه لأنه ما عندي شهادة سواقة، بس أعرف أسوقها. الأسعار اللي ذكرت لكم إياها ترى أنا ما فصلتهم، يمكن إذا فاصلونهم ينزل لكم السعر، يعني إذا حسيت السعر غالي قول له أو ماي جاد، صدقوني راح ينزل لكم. سويت بحث على جوجل على مطعم جابني ليه، بس ما اعرف اذا هذا شكله مطعم ولا لا. هذا هو المطعم، جابني جوجل عليه والله، شكله حلو، خلينا نجرب اكله. شوفوا اطلالة المطعم ايش قد حلوه. هاي بطاطا، سمك. هاي وصلت الوجبه المفضله، هاي معكرونه بالبشاميل والدجاج والمشروب. والله اسعارهم طبيعيه وارخص من كييف، واكلهم لذيذ صح. حبايب قلبي، هاي المدينه لمحبي الخضار، لانه الخضار على مد البصر، والاجواء العليله والطبيعه. بس اعتقد يومين او ثلاثه كحد اقصى يكفي لهالمدينه هاي. وهاي الجبال اللي تشوفونهن وراي اسمهن جبال الكاربات. كثير منا يعرف جبال الألب، بس القليل يعرف جبال الكاربات. هاي الجبال صايره على شكل قوس، تضم صربيا والنمسا واوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر ورومانيا. طول السلسله هاي 1500 كيلو متر، وتعتبر أطول سلسلة جبلية في أوروبا. كمان تعتبر موطن للحيوانات مثل الدب البني والقطط البرية والغزلان مثلي يعني.
هاي وصلت شقتي وهسه قاعد اجهز اغراضي مشان بكره اطلع المكان المنشود قريه بوكافيل. يا اخي ايش فيك اول؟ مو شايف غزلان بحياتك؟ هذا الكلب قاعد يصيح من الصبح ما يسكت. سألت صاحبة الشقة قلت لها شلون أروح على بوكافيل، قالت لي تقدر تروح بمحطة الباصات أو في عندنا سيارة توصلك وين ما تريد في بوكافيل، والسعر الصراحة عجبني. فقررت أخذ سيارة وهسه مشوارنا تقريبا ساعة ونكون في بوكافيل. باي باي. ثانك يو مان. هاي وصلت الحمد لله. انا شايل عفش بيت كامل. لورنس اميان، كان ايش لوك يور باسبورت؟ بس باسبورت اوكي. اف ام بلاي اريا، اف ام لانش اريا. اوكي فور. يا فور. تشينج سنتر اند اتس اوبن. اوكي. هاي اخذت لي هوستل مع وجبة افطار وقريب من وسط القرية، وبهاي القرية وفروا فلوسكم على مكان الاقامة لانه راح تصرفون كثير هين في فعاليات كثير جدا. سلام حبايب قلبي من قرية بوكافيل. مسوي بالقرية هاي لازم تجرب التلفريك، بس هذا التلفريك الكبير قال لي مو شغال لانه ما بي ناس كثير راح تاخذه، فروح على التلفريك الصغير هذاك. Can I have a ticket for التلفريك؟ Yes, 150. Thank you. ولي انا توهقت، شوف اغراض ايش كثرها. يا رب دخيل. يا شعب شوفوا الارتفاع، هذا على اساس صغير لسه ما ركبت الكبيره. انا من هسه بلشت اغير رايي، يمكن ما عاد اجرب ولا فعاليه هين لانه اني اجمل واحد بالكون. الناس قاعده وجاد تسولف وانا جاد ادعي ايمتى نوصل، يعني والله ما تهنيت كله خوف. شوفوا انتم تشوفون ايش قد انا بعيد عن الارض وهاي التلفريك تتحرك ما اعرف ليش. هاي الحمد لله وصلت بخير وسلامه، بس هسه المهمه الاصعب. في عندك اربع خيارات مشان ترجع الى اليابس، وكل خيار اصعب من الثاني. اول خيار ترجع بنفس التلفريك اللي جيت به، وثاني خيار ترجع مشي، وثالث خيار تركب هذن وتنزل بيك مثل البرق بين الغابات والاشجار سرعه مليون يمكن. شوفوا هين تورطت الناس ما تقدر ترجع. هذا رابع خيار ابدا ما انصحكم به، تركبون هاي وينزلونك بسرعه مليون على طول الوادي. وهذول الشباب السعوديين بدهم يجربون، انا صراحه والله خايف يمكن ما اجرب. صراحة صار لي ساعة جاد أفكر شلون راح أرجع، بس أنا بما أنه وزني ثقيل لازم أرجع مشي مشان أحرق دهون. ضحكت عليكم تفكروني أخاف؟ هسه أشوفكم. دفعت خلاص تورطت والله العظيم جسمي كله يرجف. شوفوا العدة جاهزة مشان أوثق لكم الحدث. هاي جاهز راح أطلع أطير منها. Thank you man. This okay huh? Not scared. No. يا الله يا رب دخل. آسف يا أمي، آسف يا ماما. شوف المنظر. It's okay huh? It's okay. Everything it's okay. Okay. يا رب يدخلك. لا أنا ما خاف. Nice trip. Thank you. يا الله. يا لايك ات. ما تخوف ابدا وحلوه جدا جدا جدا. صحيح خفت بس يعني بس حلوه والله، والله تجربه رائعه ممتعه ممتعه والله. هذول هم طلعوا حبيبي الله يخليك. شفت شلون ناني ما خاف؟
جيت. صحيح بس كان كلام ثاني. الله يحييك. البحيره فيها شي فعاليات وايد. فيها فعاليات. انا اليوم يا تنكسر رقبتي يا يا اموت. فيها شيء حلو. الله يسلمك. حبيباتي يا شباب. يلا فرصه سعيده. هاي الوراي بحيرة بوكافيل تعتبر أكبر بحيرة اصطناعية في أوكرانيا وفيها فعاليات كثيرة واليوم لورنس يا قاتل يا مقتول لأنه أنا معروف يعني ما أخاف أكثر إنسان ما يخاف بالدنيا هو أنا هسه بدنا نجرب هاي الباتمان تفحيط بالمي هذا هو الكابتن تبعنا هو راح ياخذ بيناكا وي ثري معاكم فارس لا تخافوا ايوه كويس فول فول جاز يا اقضبوا زين ها اكم شو هسه انطلق ها تمام هذا الاخ اعطاه هذا الولد 100 دولار لانه ركب معنا ايه ولدي 100 دولار 100 دولار بس لانه ركب معنا نعم حبيبي حبيبي بلش المطر ولا تخافون والله بكره جايهم الا اطلع هاي واقفز على البحيره انهزمت من المطر على اساس شوفوا الجو وراي شلون تشيكن كباب مع رز هذا المطعم عندهم جميع انواع المشاوي اكيد الجاع الاوكراني يمل من البيتزا والهمبرجر فهذا المطعم خيار زين بس شوفوا الجو وراي شلون الصراحه الاكل على هالاجواء رهيب جدا كل شيء استخدمته بهذا الفيديو الاسعار واضحه عندكم على الشاشه وهاي القريه بالنسبه لي اغلى مكان اجي عليه في اوكرانيا الاسعار موجوده قدامكم شوفوا هذا مناسبه ولا لا بس للتنويه انا جاي تقريبا بموسم السياحه بالقريه هذه فما اعتقد الاسعار راح ترتفع اكثر من هيك اليوم التصوير خرب كله بسبب الامطار الغزيره بس لورنس قلب الاسد بكره راح يفاجئكم هاي تعرفت على شباب من السعوديه الاخ عبد الله اسناني اسناني من املكس من السعوديه يا اهلا وسهلا الاخ عبد الله حبيبنا لورانس شرف فيك والله حبيب قلبي يا مرحبا منور الدنيا كلها مشكور مشكور يا غالي اليوم يوم مغامرات اليوم كله مغامرات مغامرات حافله اليوم جايين ناخذ جيب ونطلع على التلال في بوكافيل وصل وصل النيسان جاهزين جاهزين يلا توكلنا على الله هذا الشوف المغامرات كيف على كيفك يجي لا تفوتون هالمغامرات بكم ايه مرحبا يا من باع الزين كله يا دوا الخطاق من كل علة ما حال عقبال يا بالجفا يا عروق القلب واغلى شوفتك تشفي الجروح العطايب فنوتك لغاضي واللي بقى ضيقة 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 غابات يا لطيف يا لطيف يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا بمتابعين اللورانز احنا في فعالية المغامرات مغامرات الطينة
كود 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 كود. السعوديين متعودين على السؤال بس انا ترى ما خواف والله. لا 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 لازم لازم عيش اللحظه لازم عيش اللحظه بكل تفاصيلها. العمر مره واحده لا بد تعيش اللحظه تبيت يا مو اموت هيك موت لا موت شجاع بارد اموت هيك موت خصمه يورا هو الشوفير تبعنا يورا يورا والكل يغني يورا يورا يا يورا 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 يا يورا 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 يا يورا يورا وتحبه من يورا يا رجل من قوة المغامرات شوف السيارة شوف 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 السيارة شوف اللي قابل لنا سطحة أرقام سطحات شيء لا صراحة شيء لا يوصف صراحة شوف شوف المنظر شوف كيف يا الله يا الله يا الله والله روح فيها يا روحنا فيها هاي شلون لورنس والله روح فيها يا اخي السيارة كيف كذا السيارة طفت بينا السيارة طفت من فوق من فوق ونازلين نحن تحت بالوادي يا الله يا اخي الحمد لله ها والله يا اخي اوكي اوكي والله خفت خوف يا شيخ والله انا خواف يا انا خواف ليه كذا يا اخي موت التصوير والله ما قدرت اصور شوف 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 التصوير انا ما قدرت اصور انا من الخوف شوف شوف والله انا ما قدرت اصور من الخوف والله انا ما قدرت اصور هذا يقول لي صور صور يا اخي شو صور بالله يا الله شوف المنظر اللي ورانا مغامره عالميه شيء من الاخر والله العظيم سياره خوفتنا خربانه خلاص ما تمشي ضربت جابت الماكينه خلاص هذه قوه الاكسل هنا المغامره هنا المغامره الحقيقيه هذه هي المغامره الحقيقيه راحت الماكينه بس انتم ما راح ان شاء الله اموركم طيبه انتم تعالوا جربوها بس شوفوا شوفوا نزلنا من الوادي والسياره طفت ونزلنا هيك مباشره هذا لقينا مقهى على راس الجبل هذا هو طبعا بعد ما خربت السياره طبعا اي بعد ما هاي استراحه السياره صدفه حصلناها اي هاي استراحه شوفوا الأجواء برا شلون مطر ونحن تقريبا على أعلى قمة في جبال الكاربات هذا المكان يسوون القهوة على إيدهم عائلة قاعدة بهذا البيت وهذا البيت صاير على رأس الجبل فيسوون القهوة على إيدهم ولا غلطة نجرب والله يا عالم ولا غلطة شلون ولا غلطة شلون يا الله الله يا رهيب الله يا الله يا الله رهيبة قسم شيء من الآخر شلون؟ شوف 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 شلون المنظر ذا؟ يا الله يا الله شيء خيالي شوف شوف الماء والطبيعة والوجه والوجه الحسن والوجه الحسن هنا لا والله انت هنا والله انت هنا يا اخي يا عيال نحرك يلا يا حمرا زيني وأبر يا مطرة سعودية يا مطر انا سعوديه شلع قلبي لا يصدقني عليكم ما ادري شبيه قلبي لا يصدقني عليكم ما ادري شبيه حبايب قلبي انا وعدتكم اني اقفز من اعلى مكان بس صراحه التهينا بالمغامره هذه بكره ان شاء الله يتحدى خلاص يتبع راح اكملكم اياه اقفز وانت بعدي ولا انت الاول وانا بعد لا انت الاول خلاص بكره ان شاء الله اكمل لكم الفيديو اول فيديو الجاي راح اكمل لكم الفعاليات الموجوده بكافيلا بس اسمعوا هذا الفيديو